وصلت تقريبا إلى العلامة الأخرى، وصنعت غرزة سلسلة واحدة. الآن أصنع في هذه الحلقة هنا نفس الشيء 3 أعمدة. غرزة سلسلة، ثم بالضبط في الحلقة الأخرى حيث علمنا نصنع أيضا 3 أعمدة. وهكذا نكون قد أغلقنا دورة الأكمام، قد أغلقنا الكم. وأستمر غرزة سلسلة كالعادة 3 أعمدة غرزة سلسلة إلى أن أصل إلى الجهة الأخرى، وسنقوم بنفس العمل. وصلنا إلى العلامة الأخرى، سنفعل ونطبق نفس الشيء بالنسبة لهذا الكم. في هذه الحلقة نصنع 3 أعمدة بعد أن صنعنا غرزة سلسلة. غرزة سلسلة، ثم سنصنع 3 أعمدة في العلامة التي صنعناها قبل. 3 أعمدة. نستمر غرزة سلسلة و3 أعمدة. غرزة سلسلة 3 أعمدة إلى أن نكمل الدورة. نصنع غرزة سلسلة في غرزة منزلقة في النهاية لربط الطرفين معا. وهكذا نكون قد بدأنا الصدر. نتابع بنفس الطريقة إلى النهاية. هنا في هذه الجهة حيث الأكمام سنصنع كالعادة، لأن هنا سيعتبر كأنه حلقة مثل هذه، لذلك سنصنع هنا دائما 3 أعمدة ثم غرزة سلسلة، ثم هنا 3 أعمدة ثم غرزة سلسلة، ثم 3 أعمدة إلى أن ننتهي. نفس الشيء بالنسبة لكم الآخر. وسنبدأ كالعادة غرزة منزلقة، غرزة منزلقة، ثم غرزة منزلقة، غرزتي سلسلة، ثم عمودين لنكمل 3 أعمدة، ثم 3 غرز سلسلة، ثم 3 أعمدة أخرى. غرزة سلسلة 3 أعمدة في هذه الحلقة الأخرى. غرزة سلسلة، ونتابع هكذا إلى هذه الجهة وأريكم كيف. كما ترون هنا وصلنا إلى جهتكم. صنعنا غرزة سلسلة، والآن سنصنع 3 أعمدة هنا بكل بساطة. غرزة سلسلة ثم 3 أعمدة في الحلقة الأخرى. غرزة سلسلة، ونتابع هكذا إلى نهاية الدورة. نفس الشيء سيطبق عليكم الآخر. وسنستمر على هذه الطريقة إلى أن نحصل على ارتفاع معين لهذه البلوزة، ارتفاع تقريبا يعني الارتفاع الذي نريده. عندما أصل إلى الارتفاع الذي أحتاجه سأعود إليكم كي أريكم قياسات هذه البلوزة بالكامل. أعود إليكم من جديد. ووصلت في ارتفاع هذه البلوزة أو قميص الكروشيه تقريبا، سأقص لكم من هنا وسط العنق
تقيسكم من هنا إلى آخر البلوزة تقريبا 57 سنتيمتر في الطول، 57 سنتيمتر كما ترون هنا. اشتغلت أيضا باللون الأبيض، تقريبا أصنع هنا 6 أسطر باللون البنفسجي وسطرين فقط باللون الأبيض بانتظام، يعني 2 من الأبيض، 6 من البنفسجي، 2 من الأبيض، 6 من البنفسجي، 2 من الأبيض، 6 من البنفسجي، وآخر شيء 2 من الأبيض. سبق قبلا، هذه تقريبا هذه بلوزة لطفلة عمرها 4 سنوات، 5 سنوات أو 6 سنوات. وقبلا صنعت مثل هذه الفيونغا، فيونغا بسيطة جدا لكن جميلة. سأترك لكم موقع الفيديو الذي صنعت فيه هذه الفيونغا، ستجدون فيها طريقة الصنع. سأترك لكم أيضا موقع الفيديو تحت في صندوق الوصف. بإبرة خياطة سنخيط هذه الفيونغا في السطر حيث يوجد اللون الأبيض، لذلك سنشتغل بلون أبيض. سنخيط هذه الفيونغا باللون الأبيض في الوسط هنا بالضبط. سنخيط هذه الفيونغا وسأضيف لها إكسسوار آخر في الفوق يعطي لها جمالية أكثر. هذا الإكسسوار الصغير يمكن خياطته كما تلاحظون، هناك ثقوب هنا يمكن بسهولة أن نخيطه. أول شيء نخيط هذا الإكسسوار أو زر أو أي شيء تجدونه جميل يمكن أن تضيفونه في فوق الفيونغا أو كما تريدون في أي مكان. كل وله طريقته في التزيين وفي الإبداع. نخيط هذا الزر أو هذا الإكسسوار بالإبرة. من الأفضل خياطته بإبرة متوسطة، لأن الإبرة لأن الثقوب غريبة قليلا. هذا الخيط يجب أن نخفيه كي لا يظهر كعيب. حاول أن نخيطها هنا في الوسط.
كما تلاحظون هذه هي الفيونكة، بسيطة لكن جميلة. في نهاية اللوزة في الحافة هنا سندخل خيوط قصيرة مثل الكاب أو الشال في نهايته. نأخذ الخيط قصير تقريبا بهذا الطول، نقطعها بنفس الطول ونحاول بإبرة الكروشيه أن ندخلها في الجوانب هنا. في كل حلقة نضع تقريبا 4. بهذه الطريقة سنتابع بنفس الطريقة إلى نهاية الدورة. هذا الشكل النهائي للبلوزة أو القميص بالكروشيه. كما ترون هنا الخيوط وضعتها يعني غير كثيفة جدا، كل واحد وذوقه، ولكم يعني ما تريدون واختاروا ما تحبون. يعني هذا القميص يعني بسيط جدا وسهل. أسأل الله تعالى أن تكون الحلقة اليوم قد أعجبتكم، وأن تكون طريقتي واضحة وشرحي واضح. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم جديد القناة، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم واقتراحاتكم. أترككم في رعاية الله، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.